والله زين. فاخر عليك وجد. تسأل؟ اي طبعا اسأل. هذا كرم وهذا يامن. الاهتمام صاير قليل، مو ذاك الاهتمام الكثرة. بالنسبة لي يعني الدعم المادي من جانبي داعمهم ماديا. اي شغله يطلبها خليه هو ينفذها، ما انا اسويها، يعني انا مو معتمد على نفسي. اكو اطفالي بدون يستعرون من اهلهم لما يشوف انه ابوه لا شيء مقابل اللي يقولوه الباقيين. تعلمه الشغلات اللي تكون صحيحه ويا جيله حتى من يكبر ويكون ويا اقرانه ما يكون متخلف عنهم يعني. كمان سويت لواحس وهو يعني هم يريد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هي بيها موعظة للناس، موعظة للأطفال، للأولاد، للآباء. هاي الآية من الآيات اللي كلش أحبها سورة لقمان. إي يعني هي للمجتمع كافة وللأبناء. دعم معنوي كبير جدا. إحنا نعطيه توجيه. قول له يابا هاي نرسلنا في خطة الطريق، هاي تقدر أنت تمشي عليها. يعني لا تتكبر، لا تنغار، لا تتكبر على العالم. ايه يكون متواضع للناس، ساعدهم وتواضع وياهم ولا تعلمي على الجشع، على الخيانه، في الامانه، على الكذب. كل ناس مهتمه بابنائها، كل ناس لا يعني لانه ظروف تجبرهم على هذا الشيء، اكو يعني مو بيده يعني ما بيده شيء حسب قدرته يعني، والا هو مو كل الناس توصل ولا كل الناس، وفضلنا بعضهم على بعض من درجات.